قامت بزاف ديال المحلات الخاصه بالبيع ديال المشروبات الكحوليه باغلاق ابوابها في جوج زوارها، شيء اللي كيدل على حدوث ظاهره العطش الكحولي ابتداء من هذا الشهر. ولكن شنو بان لكم فانه كاين اللي ما عاملينش اعتبار لهذا الشيء كله. سولنا المغاربه على هذه الفئه وكل واحد منهم وشنو قال لنا. اللي تيشرب في شعبان الناس ان لا دابا حيت الشراب يشربوا بدون يشوعوا، تيقدر يشرب كما تيقولوا هما السكايه تيقول لك تنشبت، هو تيشرب على كاس يقول لك تنشبت، هو من الناس تيكونوا دايرين شي حاجه فهاديك الشاب باش يبقى يشرب قاعه ثانيه تابعه وحده تتبع وحده، فهمتي؟ يعني تيكون عنده مليون جوج ثمانية خصو يطرقها. وتنعرف انا شي وحدين راه في الليله ديال رمضان تيشربوا، غدا رمضان تيشرب، يعني لا صيام له، فهمتي؟ يعني ما غاديش هذاك الصيام كاع، وتيقول لك انا ناقصني صافي، والصباح تيصبح مودة وداك الشيء توا غادي الجامع، فهمتي؟ يعني ماشي هذا هو الحل. الحل هو خصو يحاربوا الشاب. اصلا الناس اللي كيشربوا تيشربوا، اللي تيشرب كيشرب في شعبان ولا في رمضان ولا بحال هو من الاحسن. دوك الناس اللي كيبيعوا الشراب ما خاصهمش يبيعوا كاع للمسلمين لا في شعبان لا في رمضان، يبيعوا عن الاجانب، هو مخصص للاجانب يتباع للاجانب ما يتباعش الناس المسلمين. الراي ديالي اللي كيشربوا الناس في رمضان في شعبان خاصهم يعرفوا ان راه هادشي راه حرام، وخاصة تكون شي قوانين من الدولة باش تمنع هاد الناس هادو، راه حيت كيشكلوا خطر على أطفال ديال المغرب. المغرب كبلد إسلامي تنعرفو أن الشراب حرام، وأي إنسان شرب يعني قبل واحد المدة ديال في شعبان ولا أما الصيام ديالو ما مقبولش. مي تيبقى الشراب الدولة اللي مسؤولة عليه، يعني الشراب يعني لا نقولوا يحيد من البلاد ما يمكنش، انه هز الاقتصاد تاع البلاد. موضوع اخر، الاسلام ما تتفرضش، يعني خاص الانسان هو يكون عنده واحد القناعه بالدين ديالو، اما يطبقوا اما ما يطبقوش. اش غادي يقول هاد الناس انهم الله يهديهم بعدا ويحترموا هاد الشهر هذا، ويحاولوا ما امكن يبعدوا على هاد الشيء بمره كاع احسن، ماشي غير هاد الشهر يبقاو يبعدوا عليه ديما. هو كاين علاقه بين الاقتصاد وبين داكشي، ولكن الانسان ما ياخذهاش من داك الجانب، ياخذه من الجانب الديني، انه يبعد على داكشي باش يقرب الله سبحانه وتعالى. ورمضان هذا يحترمه، ماشي ما يفكرش في داك الاقتصاد ولا، حيت ماشي هو اللي غادي يهز الاقتصاد ديال البلاد. بالنسبه لهاد الناس اللي مازال كيتعاطوا الخمر في هاد الفتره من السنه قريب رمضان، كنقول لهم الله يهديكم وتقربوا الله اكثر، لان هاد الشهر شهر المغفره، الشهر اللي كيتقر اللي الحسنات فيه كيتضاعفوا، اللي كيشوف فيها من جانب اقتصادي ولا من جانب اخر ما مسلكاش، لان هذا الشهر روحاني، فيه جهه الطابع الروحاني كيغلب على اي حاجه اخرى. وناس اخرين كاع كيوصلوا، شفتوا غير هذه ديال الخمر في شعبان، ما شفتوش ناس اخرين اللي كيصلي العشاء وكيمشي يشرب وكيقول لك لا الصباح نعاود ثاني نصلي، لان كيتاخذ. ولكن اي حاجه كيقول لك، كتقول لك اعطيني واحد الايه اللي هي كتحرم هذا الشيء ديريكت، راه كاين كتمشي للقران كيقول لك، كتمشي للقران كتلقى غير تجنبوا الخمر، كيقول لك اعطيني ايه اللي اي حاجه راه تجمع عليها العلماء وحرموها راه فهي حرام، ما ديما لا نتناقش، لان داو العلم ما كيهضروش من فراغ. هو المساله ماشي طبيعيه صراحه، ولكن اش نقول لك، راه كما قلت لك راه بنادم الله يهديه، ما غاديش نقارنوا كاع الناس بحال، كاين ولا ما كاينش؟ واحد مثلا عنده الفلوس خاصو فين غيخسرهم، كيبان له على البار، خاصو يمشي برد غدا يدوز تما في البار، ما غاديش يتسنى شي حاجه اخرى ولا واحد اخر. عارف بينه وبين الله راه داخل سوق راسو، راه داخل من قبل شعبان راه ما بقاش كيشرب. وشت الناس في رمضان وكيشربوا، الناس بعقولهم، ماشي زعما نقول لك صغار ولا كذا ولا لحقاش، مالو اش كيقول لك؟ كيقول لك عندي الفلوس. إذن اش كتسمى هذيك بدا؟ هذا هو الانسان، انسان رئيس شعبان خصو يحترمو، هذا راه جا رمضان، ورمضان راه زعما فيه العباده وفيه هذا هو اللي كنطلبوا من الله تعالى يعفو على كل انسان باش يحاول يتجنب هاد المشاكل هادي. كيف ما شفنا الاراء ديال الناس اختلفت، كاين اللي قال لك انه الشراب راه مصدقه عليه جهات مسؤوله،
وكاين اللي قال لك راه الدين ديالنا فوق كل اعتبارات، وكاين اللي قال لك سيدي راه هاد الماده هي اللي هزه الاقتصاد ديال البلاد. ولكن الزوين في المساله هي انه الاجماع كله كان على انه هاد المساله ما خصهاش تكون، لانه الاشهر الحرم راه عندها الحرمه ديالها، وما بيني وبينكم ما كاين لاش نغطيو عين الشمس بالغربال.